مساندة الهجوم ديال المنتخب الوطني. إيريك غيريتس مدرب المنتخب الوطني مواليد سنة 1954. هذه كرة جميلة، ضربة راسية، هدف، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني بواسطة بن هندا. هدف يأتي عن طريق مدافع، إذا النتيجة قد تغير وقد تصبح عن طريق كرة ثابتة. وكما قلت في بداية التعليق منذ لحظات بأنه بالإمكان المنتخب الوطني يسجل عن طريق الكرات الثابتة، اللي ما كانش عنده حلول كثيرة في وسط الميدان. هدف 1-0 إذا لفائدة المنتخب الوطني. 26 دقيقة الآن، تلاحظوا خرجة و المكان المناسب المهدي بن عطية يتمكن من تسجيل تمريرة. لاحظوا الإعادة، إذا المهدي بن عطية يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة المنتخب الوطني. فرصة لفائدة المنتخب الوطني، ولكن تدخل الدفاع.